حاسس ان بعد ده كله هنيجي نفتح الفيديو نلاقي صورة كده مكتوب عليها لا خليها تاكلكو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في تريلر رياكشن جديدة. والفيلم اللي هنعمل رياكشن للتريلر بتاعته النهاردة هو Avengers 4. أنا للأسف عرفت اسمه، يعني أنا أصلا كنت قاعد بلعب فيفا، قافل الإنترنت، فاتح الصفحة بس بتاعت الشانل اللي أنا مشترك فيها اللي بتجيب لي التريلرز، وعمال أعمل ريفرش عمياني علشان أول ما الفيديو يطلع أقوم أعمل رياكشن على طول، معرفش أي معلومة. وده اللي حصل بالفعل، ومع ذلك اتسحبت من ايدي وفتحت الاي ام دي بي فعرفت اسم الفيلم. مش عارف اذا كنت محبط ولا لا، بصراحه انا مش عارف اكون احساس تجاه التريلر دي من اساسه. يعني انا عرفت الاسم مش جامد، واحد الاسماء اللي كانت متوقعه، فانا مش مايند بلون، يعني مش مجنون عليها. وقاعد من ساعه الفيلم اللي فات وانا هتجنن واعرف اي حاجه عن الفيلم ده، ودلوقتي بعد ما التريلر نزلت بقيت مش عايز اعرف اي حاجة عن الفيلم ده. انا عايز اشوف الفيلم على طول. مش عارف، انا عامل زي لمؤاخذة يعني اللي قعدت تقول لجوزها طلقني، واول لما طلقها زعلت. انا احنا نتفرج على التريلر يا جماعة، احنا نتفرج على التريلر بجد، والله متردد ادوس على الزرار. انا مش عارف انا عاوز ايه من التريلر دي. يعني عادة ببقى عاوز اعرف اكتر معلومات ممكنة من غير حرق في الامور المصيرية بتاعت الفيلم. المرة دي انا معرفش ايه حرق وايه مش حرق. كالعادة ما شفتش التريلر ولا مرة، هشوفها معاكم دلوقتي لأول مرة، فيلا بينا. ايرون مان، بس حليت التريلر خلاص. ايه المزيكا الجامدة دي؟ Just for the record, being adrift in space with zero promise of rescue is more fun than it sounds. Drift in space. Food and water ran out 4 days ago. Oxygen will run out tomorrow morning. That'd be it. When I drift off, I will dream about you. It's always you. Thanos did exactly what he said he was going to do. He wiped out 50% of all living creatures. We lost all of us. He lost friends. He lost family. He lost a part of ourselves. Woo! Woo! This is the fight of our lives. This is gonna work, Steve. I know it is. Because I don't know what I'm gonna do if it doesn't. More. ولا كفاية. ولا more. ولا كفاية. أشهر خمي. مشهد كمان. This is Scott Lang. We met a few years ago at the airport in Germany. I got really big. Is this an old message? Ant-Man. I know you know that. It's the front door. That's me. Can you buzz me in? Oof. حلو المنهج، حلو الابروتش، ان احنا بنتكلم على الشخصيات اللي احنا عارفين ان هم موجودين. سكوت لانج غريب، سكوت لانج رجع ازاي؟ امتى الكلام ده؟ انا مش عارف. حتى مع شويه التفصيص اللي ممكن نعملهم جوه التريلر دلوقتي، ما اظنش ان احنا ممكن نجيب قلبها. يعني مش هنجيب، لسه في بحث كتير يتعمل في الكام يوم اللي جايين، وحاجات اكتر من كده تتعمل وبتاع، بس
خلونا نخش في التفاصيل. لا اكسايتد موت، انا اكسايتد لدرجه اني ما بقتش انا لابس نص كم. يا نهار اسود، المزيكا اللي في الاول دي جامده جدا يا جماعه. تمام. طيب توني ستارك بيسجل رساله لبوتس بعد المواجهه اللي كانت ما بينه وما بينهم وما بين تانس على الكوكب بتاعه، ودلوقتي هو ادريفت، يعني هو هائم في الفضاء، وتفسيره للي بيحصل ده انها النهايه خلاص. انا مش سامع كويس، بيقول ايه؟ ران اوت، فورتشن ران اوت 4 دايز اجو، فود اند ووتر ران اوت 4 دايز اجو، ماشي حاجه كده. تومور مورنينج، انا مش فاهم الايكو الكبير ده مش مخليني سامع كويس. ثانوس خلص المهمه وعلق التيشيرت وراح يستحمى خلاص. اللي فاضلين كابتن امريكا، بلاك ويدو، هالك، سكوت لانج. هما كانوا بيتعاملوا مع سكوت لانج على انه راح في الوبا هو راخر، لانه كان سب اتوميك في الكوانتوم ريلم بتاعهم ده، فما لقوهوش فافتكروه راح، ويمكن هو ده اللي انقذه. اعتقد ممكن تكون هي دي العلاقة. وسبايدر مان راح في الوبا راخر. تور، نيبولا مع توني ستارك، صح، هي من الناس اللي فضلوا. يتهيالي من الناس اللي كانوا على الكوكب فوق دول مفضلش غير توني ستارك ونيبولا. ممكن يكون مين كمان؟ مش فاكر. ممكن يكون مين كمان؟ دي ايد مين على مين؟ ايد نيبولا على توني ستارك، وهي نيبولا عندها ايد عاديه زينا كده. جامده دي، جامده دي. انا سخنت، انا كهربت اول لما شفته بصراحه. ما اعرفش ممكن يضيف ايه في الموال يعني، بس برضو اتشعننت كده يعني. لا، ومن الواضح ان هما بيقابلوه في مواجهه، يعني هو بيخش ينجز في حاجه كده يعني. This is gonna work Steve. من الواضح ان هما عندهم خطه عشان يعملوا حاجه، وعندهم زي ثقه او يقين من انها هتنجح، او على الاقل ناتاشا رومانوف. هو حلق دقنه امتى؟ انا مش فاكر يعني. الدنيا ولعت ونص الكون انتهى وانت رايح تعمل اعلان نيفيا للرجال. صيعه قوي ولاد اللذينه يعني. اول لما تفتح التريلر تلاقيها اكتر من دقيقتين، تفتكر هيبقى فيه تفاصيل الدنيا والاخره جواها، ولكن هم بيستخدموا لقطات طويله جدا ومعتمدين على المونولوجز اللي الشخصيات بتقولها، فمالوا الدقيقتين؟ ما تحسش ان فات دقيقتين، تحس ان اللي فات 30 ثانيه 40 ثانيه مثلا. لو نركز مع بعض جينا في طريقه ظهور اللوجو واسم الفيلم، تلاقيهم بيعيدوا تجميع اللي اتكسر. البارتيكلز اللي هي بتتبخر من بينتهي الاكزيستنس بتاعته دي، بترجع تاني عشان تتلم، ولكن بنت اللذينة ايه، مش ملزقه صح. حلوه، شكلها جامد جدا. واسم الفيلم اند جيم، كان نفسي اشوفه اول مره هنا، معرفش كان هيبقى انطباعي ايه. ظهور سكوت لانج، هم معتبرينه من الناس اللي راحوا. ازاي بقى؟ دي العربيه اللي هم كانوا فيها ساعه لما كانوا رايحين علشان يجيبوا البارتيكلز من الكوانتم ريلم علشان الجوست والموال ده. هو رجع ازاي بقى؟ انا مش فاهم دي، ومش فاهم الدنيا دي بتحصل امتى. انا اعتقد ان في تفاوت زمني، لان الدنيا كده جامده موت بصراحه. ابريل جيم اوف ثرونز وافنجرز اند جيم مع بعض. انتوا وراكوا حاجه في ابريل؟ احنا لازم نفضي نفسنا في ابريل، لازم تحصل حاجه، لازم اجازه، لازم موال كبير. ابريل مش مايو، انا كنت فاكرها في مايو. لا، تريلر جامده جدا، وكل ما نتفرج عليها اكتر هنطلع رسائل اكتر، وهنحل الغاز اكتر، وهتظهر الغاز تانية اكتر، والسايتس هتشتغل، والحياه هتمشي. يا جماعه التريلر دي هتفتح بيوت. لا بجد عجبتني جدا، لانها من ناحيه مش فاضيه، ما هياش تيزر قوي يعني، هي فيها حاجات ولكنها ما بتقولش ايه اللي هيحصل في الفيلم ده على مستوى الشخصيات اللي راحوا. هي مركزة على الشخصيات اللي احنا عارفين انهم موجودين، بتدينا كمان ستاتس ابديت عليهم، يعني احنا فاهمين توني ستارك فين، نيبولا فين، والباقيين فين. سكوت لانج بس اللي عليه علامات استفهام، وده شيء كويس برضو، انها ما تبقاش تريلر آمنة بنسبة 100%، تدي لك موضوع تفكر فيه وتقعد تشغل مخك وراه وتطلع بنظريات وكلام زي ده. جامدة جدا. ميعاد عرض الفيلم على IMDB مكتوب 3 مايو، رغم انهم في التريلر نفسها كاتبين ابريل، وبصراحه مش فارقه كتير يعني 3 مايو من ابريل. نسبه الترقب حقيقي، محتاجين اعرفكم ضروري يعني 10 من 10 طبعا يعني، ما فيهاش تهريج يعني. نسبه ترقبي للتريلر اللي جاي 10 من 10 يا جماعه. نسبه ترقبي لكل ارتكل هتتكتب عن التريلر دي 10 من 10. اقول لكم ايه بس يعني، اوف. ايه نظرياتكم بقى وحاجاتكم في الكومنتات؟ عايزين نولع الدنيا وبتاع. حاول اطلع الحلقة دي بسرعة جدا عشان نلحق نتناقش بسرعة جدا. ايه ترقبكم؟ ايه توقعاتكم؟ ايه نظرياتكم؟ ياريت تساهموا بيهم في الكومنتس. الف شكر لحضراتكم على المشاهدة، ياريت تعملوا شير ولايك للحلقة لو عجبتكم، اشتركوا في القناة وشغلوا جرس التنبيهات عشان تجيلكم الحلقات اول باول، وتابعونا على فيسبوك وتويتر وباز. وباي باي.